السلام عليكم ورحمة الله. هذه القصيدة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال فيها: أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر ما لعمران خلقتا، وما تركت لك الأيام عذرا، لقد وعظتك لكن ما اتعظتا، تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت، وتسمعك النداء وأنت لاهٍ عن الداعي كأنك ما سمعت، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، تنام وطالب الأيام ساعٍ وراءك لا ينام، فكيف نمت؟ معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها طبعت، يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعت، ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت. وأول من ألوم اليوم نفسي، فقد فعلت نظائر ما فعلت، أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وغب ستا، وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى، أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشتا، علمت فدع سبيل الجهل واحذر وصحح قد علمت وما عملت، ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت، ويا من يبتغي أمرا مطاعا ليسمع نافذا من قد أمرت، أججت إلى الولاية لا تبالي أجرت على البرية أم عدلت، ألا تدري بأنك يوم صارت إليك بغير سكين ذبحتا، وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة يوم تسمع قد عزلتا، ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعتا، ترى الأيام تبلي كل غصن وتطوي من سرورك ما نشرتا، وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهتا، فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزخرفه شغلتا، هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سرلتا، تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررتا، وتشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن ممن شهدتا، وتدفنهم وترجع ذو سرور بما قد نلت من إرث وحرثا، وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدتا، تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت، حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت، يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت، سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت، ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفتا.